كابتن ايمن، خليني اكلمك بصراحه شويه. الكوره بتعترف انه الان الحاله ما بين الاهلي والزمالك في أسوأ فتراتها، كتعصب وكعند وكتربص وكتنمر وكل شيء موجود في ملاعب كره القدم، رغم اننا بنلعب من غير جمهور. طبعا. ليه دخل في ده السوشيال ميديا الكبيرة قوي اللي فيها ناس كتير بتتكلم في الكورة، وكل الناس بتتكلم في الكورة وبين الجماهيرين، ووصلوا الموضوع باللعيبة التحدي. نعم. انه في الاخر الموضوع هيكبر قوي على السوشيال ميديا لو خسرت. فهتبقى زي وصمة عار في تاريخك، او هتخسر المباراة دي قدام فلان الفلاني. فهم شخصنوا المواضيع بين مثلا يعني بين طارق وحسام عاشور مثلا نص ملعب، المواجهات اللي هي بتبقى ثنائيه بين محمود علاء والونش او عبد الغني او مروان. فبدا الموضوع يتاخد كشخصنه، فبدات اللعيبه تحس ان هم السوشيال ميديا مأثره قوي في قرارات الناس، فهيبقى عندهم مشكله لو خسرنا. مش في النادي، التحفيل بقى بالظبط. بالظبط الكتير واللي ملوش لازمه، وان في الاخر احنا مش مقتنعين دي كره قدم. احنا اثناء الجيم 90 دقيقه، وفي الاخر احنا كلنا اللعيبه كلنا اخوات واصحاب، بنخرج واللعيبه بترجع تخرج مع بعض، لكن بيفضل السوشيال ميديا مأثر تاثير كامل وكلي في كل حاجه في حياه اللعيبه، لان ما بقاش موقع واحد دلوقتي، بقى مليون موقع. وبقى الانستجرام موجود وتويتر موجود والفيس موجود، فانت مش ملاحق تسد ايه ولا ايه. تقرر تعترف ان السوشيال ميديا بتأثر على عدد من اللعيبة، خاصة اصحاب الخبرات الضعيفة، ده بيأثر على ادائهم في الملعب؟ مليون في المية طبعا. مليون في المية طبعا. طبعا. وانت موجود في الزمالك كمدرب، يعني مين كان اكتر حد بتأثر؟ ما شفتش حد بانه بتأثر، لكن في لعيبة كتير بتأثر بالموضوع ده. في لعيبة كتير مركزة في السوشيال ميديا. قبل الماتش بيدخلوا ويشوفوا تعليقات الناس، وبعد المباراة بيهمهم جدا جدا اراء الناس فيهم. دول بيبقوا قليلين خبرات. لكن في لعيبه بتخش لمجرد ان هي تشوف تعليقات الناس، ما بتاثرش بيها.